أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده كتم شهادة عنده وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم فلا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تولوا فإن
فسيكفيك ابن الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم فلا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك ابن الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى قل أأنتم أعلم أم الله فمن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله فما الله بغافل عما تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا
تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله.